اول حاجه معايا كوبايه الا ربع من السكر الناعم الحبيبات بدون اي اضافات، هحطه على نار متوسطه، اوزع بس السكر كده عشان انا مش هقلبه خالص. كده الكراميل اول ما ابتدى يتكرمل من الحراف زي ما احنا شايفين كده وكمان من النص كده، اقدر احط معلقه او سباتيولا عادي جدا اقلب بقى علشان السكر كله يتكرمل وياخد لون ذهبي حلو. انا مش عايزاه فاتح ومش عايزاه غامق عشان ما يمررش معايا. كده كل السكر بتاعنا داب معايا بالشكل الجميل ده. كده كده الكراميل بقى جاهز، خلاص هرفعه من على النار. هنا معايا القالب اللي هشتغل فيه مدهون زبده، هنزل بيه بالكراميل مباشره علشان لو استنيت دقيقه واحده بس هيتجمد في الطاسه بتاعتي. هنزل بكل الكميه. كده خلصنا اول مرحله او اول طبقه، طبقه الكراميل هنسيبها على جنب ونعمل الكريم. في شفشق الخلاط هحط 4 بيضات عليهم معلقه كبيره من الفانيليا، يفضل الفانيليا تكون سايله، 1/3 كوباية من السكر، والسكر ممكن نزوده لحد النص كوباية، 2 كبار معلقة من اللبن البودر ودي اختياري، وكمان 1/2 كوباية من الحليب المكثف المحلى ودي كمان اختياري، ولكن الاضافات بتعمل طعم حلو جدا للكريم بتاعي. اخر حاجة 2 كوبايتين أو 500 ملي من الحليب. كل الحاجات دي بقى في الخلاط تتخلط خلط كويس جدا وناعم جدا. دلوقتي خلطت الخليط بتاعي كله بقى ناعم جدا، ولكن للتأكيد هنزله هعديه على مصفى بالشكل ده كده. دلوقتي بقى نعمل طبقة الكيك، انا عاملها طبقة رفيعة جدا، انتوا طبعا ممكن تضعفوا المقادير. دلوقتي علشان نعمل طبقة الكيك معايا 1/4 سكر، 1/4 كوباية من السكر، طبعا اللي عايز يضاعف المقادير ممكن، بس انا عايزه طبقه الكيك مش تخينه قوي، وعايزه طبقه الكراميل تكون هي الاكتر او الكريم كراميل، بيضايه واحده بس عليها فانيليا. هخفق كويس علشان بس السكر يدوب. دلوقتي البيض والسكر بقوا ناعمين معايا بالشكل ده كده واندمجوا مع بعض، هنزل ب1/4 كوباية من الزيت النباتي وهرجع اخفق تاني. دلوقتي هنزل ب1/2 كوباية من اللبن الدافي، قلبت كويس. دلوقتي بقى هنزل بالمواد الجافة ولكن هعديها على مصفى او منخل. دلوقتي 1/2 كوباية من الدقيق، 1 معلقة بس من الكاكاو، يفضل يكون نوع كويس او يستحسن يعني، 1 معلقة صغيرة من البيكنج باودر او 1/2 معلقة كبيرة. هعدي الحاجات دي كلها من المصفى، هخلط بقى المكونات الجافة مع المكونات السائلة، وكده خليط الكيك بتاعي يكون جاهز. كده خليط الكيك بقى جاهز بالقوام اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي بقى هنزل بخليط الكيك على الكريم كراميل بتاعنا بالشكل ده كده. دلوقتي حطيت القالب بتاعي في صاجة، هحط في الصاجة دي مية سخنة بتغلي تقريبا 1/3 الصينية، سامعين الصوت ده؟ صوت الكراميل طبعا. ودلوقتي هحطها في الفرن درجة حرارة 160 أو 170 بالكتير أو 180 اللي هو حسب درجة حرارة الفرن بتاعنا إذا كان عالي أو متوسط أو منخفض. دلوقتي بقى هحطها. دلوقتي قدرت ايدي طلعت من الفرن دافية نوعا ما، 1 كوباية من الحليب هسقي بيها، ودي خطوة اختيارية ولكن بتديني طراوة اكتر في الكيك، بقى طعمه حلو قوي. وبعد ما اشربه الحليب بتاعي هسيبه في التلاجة 2 3 4 ساعات، يعني كل ما بيقعد كل ما الخليط بيتماسك وبيبقى طعمه احلى، ما تستعجلوش. انا بسلك الحروف بتاعه الصينيه بتاعتي علشان لما اجي اقلبها ما تكونش في حاجه لازقه من السكر. اسلك كل الحروف بالشكل ده كده. دلوقتي نقلب الكيك بتاعتنا مع بعض،
بس لما نقلبها كده نمسك بصوابعنا من الأطراف ونهز شوية علشان الكيك بتاعتي تفصل عن القالب. بعد ما فضلت اهز فيها شوية الكراميل اول ما بينزل من الحراف كده بحس بالصوت كمان، يبقى كده كيك الكراميل بتاعتي جاهزة معانا. ونفتح بقى الكيك بتاعتنا ونشوفها مع بعض. وصفة النهاردة بتكون جاهزة معانا، طعمها حلو جدا، طعم الكريم كراميل غني. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الوصفة يقولي رأيه في كومنت، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي يعجبه الفيديو يعمل لايك. سلام.